من يعرقل أزمة حل ليبيا هم طرفان، قوة أمر واقع مهيمنة لا تريد أن الأمر الواقع لهذا الوقت الوضع أن يتغير ومسيطرة على العاصمة وتختطفها وأطراف أجنبية تساعدها. أما تركيا لم نرها تحرك يعني ساكن خلال مبادرة بتيليا أو حتى ما تم يعني الاتفاق عليه في أمريكا، هذه الدول تركيا كانت حاضرة. من رفض ذلك وأيد التوافق الليبي هي مصر فقط. تركيا تلعب على المتناقضات، وتركيا أيضا هي تريد الأمر أن يبقى كما هو أو أن يتغير لصالحها، لأنها قد حققت مصالح في العاصمة أو في الغرب الليبي. هنا بيت الداء وهنا المشكلة. أنا أقول لك شيء، مجلس النواب لديه أرض صلبة يقف عليها ولديه منطقة كبيرة تحترمه وتعرف أنه السلطة التشريعية الأخيرة، نعم، وهي قابلة به في الشرق الليبي وفي الجنوب وفي أطراف من الغرب الليبي، وتسانده قوات مسلحة يعني يشيد بها الليبيين، وقد حققت الكثير على أرض الواقع.